نتمنى انكم تكونوا على خير، ساعتكم سعيده. كنعتذر بالنسبه للتاخر ديالنا على حسب الفيديو، ما تنحطوهمش. بزاف ديال الاصدقاء ديالنا والخوت ديالنا تيقول لك علاش ما تحطوش لي فيديو وعلاش كتاخروا في لي فيديو. كنبغي نقول لهم انا كنعتذر منكم بالنيابه عليا وبالنيابه على اختي بسمه. بالنسبه لينا ما كنتعطلوا على لي فيديو حيت عندنا ظروف ديال الدراسه. بالنسبه اللي قريب لينا بزاف واللي كيعرفنا بزاف راه عارف بلي انا وبسمه كنقراو، كل وحده فينا والتخصص ديالها. بالنسبه لي انا هاد الايامات مضغوطه بزاف بالنسبه على حسب الامتحان ديال لافاك، وكنتمنى لكاع الاصدقاء اللي عندهم لافاك ويدوزوا الامتحان في شهر 9 التوفيق ان شاء الله، وكل شيء فاليدي ان شاء الله، يكون كل شيء فرحان هاد العام. حيتاش الصراحه بغينا نفرحوا وبغينا نضحكوا، حيتاش الفرحه بعدت علينا بزاف هاد العام. والمهم وكنعتذر على حسب التصوير ديال اليوم حيت غنصور انا بيديا، بسم الله اللي مولفه كتصور ما كايناش، مشات تعيد مع والديها. بالمناسبه كنقول لكم عيد سعيد، وباش ما تمنيتو ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. بالمناسبه ديال العيد اليوم جبت واحد الحليوه، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. هاد الحلوه المقادير ديالها خديتها من ماما تبسمه اللي هي خالتي انا. كنوجه لها تحيه من هنا وكنقول لها الله يطول لينا في عمرك ويخليك لينا. مهم انا غادي ندوز معكم المقادير، والى عجبتكم الحلوه ما تنساوش ديروا ابوني وسبسكرايب للقناه. باي باي. رجعت لكم بالمقادير، مرحبا بكم في القناه ديالنا مره اخرى. المقادير عندنا كيلو ديال الكاوكاو، كاوكاو يكون ما طايبش يكون خضر، كاس ديال سكر كلاصي او سكر ثقيل، واحد فاني وواحد خماره ديال الحلوه، وعندنا ربعه تاع الكوك. عندنا هنا جوج ديال المعالق ديال العسل، غير العسل العادي، جوج معالق تاع العسل، سته البيضات. بالنسبه للبيض احنا غادي نديرو سته البيضات دابا، غنجربو حيت هي باش هو باش غادي نجمعو المكونات ديالنا، حيت ما غنجمعوش بالطحين غنجمعو بالبيض. غادي نديرو سته، الا كفاو سته هي هذيك، ما كفاوش راه غادي نعاودو نزيدو البيض. عندنا هنايا التزيين، كاينه ما الزهر مع سكر كلاصي مع كاوكاو. غادي نطحن كاوكاو وغادي نعاود نرجع لكم. كما كتشوفوا معايا هذا كاوكاو كما قلت لكم قبيله راني طحنته، غادي نخلط معاه الكوك، نخلطوهم مزيان. سمحوا لي على هذا الخطا، غادي نخلطوه مزيان. نخلط كاوكاو مع الكوك مزيان، تينسجوا مع بعضياتهم، يتخلطوا. بسم الله اولا واخيرا، مليح كما كتشوفوا الكاوكاو مع الكوك تخلطوا. نتمنى ان الصور يكون شويه نزيدو سكر كلاصي، سكر ثقيل كيقولو بعض الناس، حنا كنقولو سكر كلاصي، بعض الناس كيقولو ليه سكر ثقيل. مهم كيف كيف الأسماء، الطريقة ديال السمية ديالو كتختلف، ولكن كيبقى هو هو. شوفوا معايا كنحاول نجمع هاد العجينه بالبيض،
كما قلت ديروا ستة البيضات، الى ستة البيضات كفاوكم هي هذيك. انا بالنسبه ليا ما كفاوني ستة البيضات، مازال غنزيد البيض. وغادي تبداو تجمعوا في العجينه، مهم انا غادي نكمل الجميع تاع العجينه بالبيض. نشوفكم مره اخرى باش تشوفوا الطريقه ديال الزين ديالها. بالنسبه للخمارات انا صراحه نسيتهم، انا غادي درتهم دابا، غادي نجمعهم مع العجينه، الخماره والفاني. سمحوا لي على هذا الخطا. انت شوف العجينه هي جمعات، المهم غادي ندمج الفاني مع هذا ونعاود نرجع لكم. كيف ما كتشوفوا معايا هذا العجينه ديالنا ها هي، وبالنسبه غنديروا لها كويرات بحال هكا، من بعد غندوزوها في مزهر ونحطوها في سكر كلاصي. بالنسبه اللي بغى يدير غير الوجه كيف ما كندير انا بحال هكا يدير، وبالنسبه اللي بغى يدير كامله يدير. وتنزيدوا لها التزيين. بالنسبه اللي بغى يدير عاوتاني اللوز بلاص كاوكاو كيديروا، كتشوفوا معايا بحال هكا. غادي نعاود عاوتاني مره اخرى قدامكم. غادي نكوروها، من بعد هنا، ومن بعد هنا، كيف ما كتشوفوا انا غادي نكمل نعمر اللاطه ديالي. صراحه راه كتعطي تبارك الله كثيره. انا دابا غادي نعمر اللاطه ديالي وفاش وغادي ندفعها للفران. طيب عادي كيف ما كديروا الحلوه ديما، تدفعوها للفران طيب من الفوق وتعاودوا تهبطوها لتحت، وفاش غطيب غادي نعاود نرجع لكم. مره اخرى نتوما كيف ما كتشوفوا الحلوه ديالنا، انا راه تحمرت ليا واحد الشويه حيتاش نسيت على الفران. المهم الصحه والراحه، وكما قلت في الاول عيدكم مبروك، تعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتوا، وما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه ولايك. وكيف ما قلت قبيله خليونا في التعاليق ديالكم كيفاش كيكون العيد عندكم، كيفاش كدوزوه. يلا مع السلامه مع وصفه جديده.